ونتجه لنادية البلاسي محللة الأسواق في أكويتي جروب للمزيد من التحليل حول الأسواق العالمية. نادية أسعد الله أوقاتك بكل الخير. دعينا نبدأ معك من الدولار الأمريكي وتحديدا ما نشاهده من تراجعات لمؤشر الدولار تقريبا أدنى مستوى لي في شهرين. كيف ترين أداء الدولار، مستقبل الدولار الأمريكي في الفترة المقبلة؟ صباح الخير. طبعا شاهدنا هذا التغير في اتجاهات الدولار وفقا على توقعات السوق بنسبة 95% أن الفدرالي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة وسيبدأ في تخفيض أسعار الفائدة في يونيو العام المقبل. لذلك شهدنا يعني الدولار ينخفض وأيضا التراجعات واضحة على عوائد السندات. حتى الأسبوع الماضي تراجعت العوائد يعني 5.5% وهذا أكبر تراجع في سنة يعني. فلذلك نشهد هذه التراجعات على الدولار. وأيضا كان في الوظائف البيانات الاقتصادية الوظائف الغير وزراعية التي جاءت أضعف من المتوقع والتي أيضا زادت في الصالح أن سيكون في يعني عدم لا سيكون في المزيد من رفع أسعار الفائدة. نعم، لكن يعني في ظل عملية تثبيت حتى تتضح ملامح مستويات التضخم والبيانات بالأسواق نادية، حتى حركة الاسترليني بدأنا نشهد عليها نوع من الارتفاع مجددا بعد قرار بنك إنجلترا، إلى أي مدى سيستفيد الاسترليني من هذا الثبات بأسعار الفائدة إلى حين الرفع القادم؟ طبعا مثل ما قلت يعني النمو الاقتصادي الذي يتراجع في الولايات واللي يضغط على الدولار والدولار التراجكتوري الداونر تراجكتوري التي تنعكس بسبب يعني البيانات الاقتصاديه التي تاتي اضعف من المتوقع، فذلك يعني يصب في الدولار واتجاهات الدولار. لذلك نرى العملات الاخرى الاسترليني واليورو عليها مكاسب ولكنها محدوده يعني الاسترليني الآن يتداول عن مستويات 1.23 وهذا يعني مستوى مش قوي جدا. كان الاسترليني في هذا العام يتداول عن مستويات 1.26 فهذه يعني تعتبر المستويات القوية لنسبة الاسترليني. وطالما الدولار يتجه في اتجاه منخفض ممكن أن نرى المزيد من الارتفاعات طبعا على الاسترليني. نادية، بما أننا نتحدث عن تراجع الدولار، كنا في الفترة الماضية وكما عودتنا الأسواق وهي من طبائع الأمور في الأسواق أننا نشاهد مكاسب للذهب، ولكن ما يحدث الآن هو العكس، إنه الدولار يتراجع والذهب أيضا يتراجع. كيف تفسرين ذلك، ربما العزوف عن الذهب في الوقت الحالي ومستقبل الذهب؟ يعني الذهب الآن يتداول في اتجاه عرضي، كان مرتفع جدا في الشهر الماضي بسبب الأوضاع الجيوسياسية، وذا يعني الرفع الذي ترفع فيها الذهب كانت جدا قوية. لذلك الآن الوضع الطبيعي أن نرى المزيد من يعني الاتجاهات العرضية بالنسبة للذهب. حتى في النوع من الشهية المخاطرة ابتدأت أن ترجع في الأسواق. لذلك نشهد أن في الريسك أسيت في يعني تداولات كثيفة على الريسك أسيت. وأيضا نحن نهينا شهر أكتوبر وهو الشهر الذي كان في يعني امتناع عن شهية المخاطرة والامتناع عن المخاطرة، وكان ذلك يصب في صالح الذهب والملاذات الآمنة، ولكننا الآن نشهد العكس تماما. نعم، بالنسبة لأسعار النفط وعملية تمديد يعني الانخفاض للإنتاج ما بين أوبك بلس والسعودية وروسيا إلى نهاية ديسمبر نادية، يعني اليوم شهدنا قفزة، الفارق أو حالة الكونتانجو اللي عم نشوفها بالسوق حاليا هي فقط بفارق 4 يعني دولارات ما بين خام برنت وكذلك تكساس، إلى أي مدى برأيك ممكن أن تتسع هذه الفجوة في حال عملية الاستمرار بهذا الخفض؟ يعني نعم شهدنا ارتفاعات على أسعار النفط الآن ولكنها محدودة، لأننا يعني اوريدي كنا متوقعين أن يبقى روسيا والسعودية على التزامهم بخفض الإنتاج. طبعا السعودية بنسبة مليون برميل وروسيا بنسبة 300 ألف مليون برميل.
500,000 برميل، فأوريدي كنا مسعرين هذا الشيء في الأسواق، لذلك نرى أن فجوة الأسعار محدودة نوعا ما، ولكن 85 لبرنت لا يزال سعر إيجابي، وإذا تخطينا ممكن أن نرى المزيد من الارتفاعات طبعا حول برنت، وأيضا بسبب يعني هذا الخبر الإيجابي نوعا ما في الأسواق اليوم هو الدفع القفزة في أسعار النفط. إذن شكرا جزيلا نادية البلاسي محللة الأسواق في أكويتي جروب.